بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. جميعنا تأثر بتلك الكلمات التي نسجت رائعة قارئة الفنجان للراحل عبد الحليم حافظ، والتي كتبها الشاعر الكبير نزار قباني، وأبدع في تلحينها الموسيقار الكبير محمد الموجي. لكن لا أحد يعلم أن شخصية قارئة الفنجان كانت حقيقية وحاضرة بقوة في حياة العندليب، وظلت تتردد عليه لما يقرب من 20 عام أو يزيد. الخالة مرجانة سيدة سودانية الأصل، قابلها عبد الحليم لأول مرة في بداية مسيرته الفنية، وفي لقائها الأول به تنبأت بأمور سوف تحدث في حياته المهنية، وقالت لحليم: سوف تكون سعيدا في حياتك وهتحقق نجاحا ليس له حدود، وطوب الأرض هيحبك. هكذا طمأنت الخالة مرجان العندليب على مستقبله الفني وشعبيته خلال السنوات المقبلة. لكنها نظرت بعمق في فنجان العندليب وصمتت للحظات وقالت: انت صحتك تعبانة شوية، لكن هتتعب أكتر وتعبك جواني. قالت الخالة مرجان هذه الكلمات ثم انصرفت. في البداية لم يشغل عبد الحليم باله بهذا الموقف، بل ظل يضحك ويقول إن كل شيء بيد الله وحده هو علام الغيوب. لكن بعد شهور قليلة شارك عبد الحليم في فيلم لحن الوفاء، وخلال كواليس التصوير أصيب العندليب بأول نزيف في حياته. يومها تذكر كلمات الخالة مرجانة واتصل بصديقه اللي كان قد أحضرها لزيارته، وطلب منه أن يأتي بها إليه، لكنها كانت قد تركت مصر في ذلك الوقت وعادت إلى السودان. ورغم أنه لم يقابلها مرة أخرى، إلا أن كلمات الخالة مرجانة ظلت عالقة بأذهان العندليب وتتردد على مسامعه كلما تعرض لانتكاسة صحية. وبعد فترة طويلة ظهرت الخالة مرجانة وذهبت لزيارة عبد الحليم الذي كان متلهفا للقائها. وعندما تحدثوا للمرة الثانية أخبرته قارئة الفنجان بأشياء سوف تحدث له في المستقبل، والغريب إنها كلما أخبرته بشيء كان يحدث بالفعل، مما ساعد على زيادة تعلقه وارتباطه الشديد بها، لذا سمح لها بزيارته في منزله في أي وقت تشاء دون ميعاد مسبق. وظلت الخالة مرجانة تتردد على منزل العندليب باستمرار وتقرأ له الفنجان دائما وتتنبأ له بأشياء في المستقبل. فعندما وقع عبد الحليم في الحب لأول مرة قالت له: أنت بتحب يا حليم، واللي بتحبها بتحبك موت، لكن انتم مش لبعض، في حاجة أكبر منك ومنها هتبعدكم عن بعض. وهذا هو ما تحقق بالفعل بعد ذلك مع سعاد حسني، وكان هذا سبب في زيادة حرص عبد الحليم على وجود الخالة مرجانة في حياته وزيادة تعلقه بها، رغم أنه بيؤمن أن كل شيء بيد الله وأنه وحده علام الغيوب، لكنه كان بيرتاح إليها ويطمئن لوجودها بالقرب منه. وفي آخر لقاءات جمعت عبد الحليم بالخالة مرجانة تنبأت بأنه سيصاب بداء خطير سينهي حياته، وهذا أيضا ما حدث بالفعل. ورحل العندليب عن عالمنا وعاشت قارئة الفنجان الخالة مرجانة تستدعي ذكرياته معه وتقول: الحاجة الغريبة إن حليم طول عمره يقول لي ما تقوليش لحد إنك بتزوريني، وفي الآخر يقف هو بنفسه على المسرح ويغني للناس كلها أغنية قارئة الفنجان وكأنه بيعرفهم حكايتي معاه. ورغم إن حليم ذكر في لقاء تلفزيوني إن نزار هو من عرض عليه غناء قارئة الفنجان، إلى إن الصحفي موسى صبري ذكر في رواية أخرى، وهي إن حليم حكى لنزار قصة العرافة مرجانة معه، فكتب نزار هذه الأغنية والتي حاول فيها تخليد قصة السندريلا والعندليب.